السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المصريين القدماء اكتشفوا الذهب منذ أقدم العصور، وكانوا أول الشعوب اللي استخدمته في صناعة أدواتهم، وتم اكتشاف حوالي 125 منجم في الصحراء الشرقية، منطقة البحر الأحمر والنوبة. وفي جملة مشهورة قالها أحد حكام الشرق الأدنى الملك أمنحوتب الثالث، وهي ابعث لي بكمية من الذهب لأن الذهب في بلادك مثل التراب. وده بيشير إن مصر كانت غنية بالذهب. أنا سامة محمود، معاكم من قناة حصة فتحة، وفي الحلقة دي هنتكلم عن الذهب في مصر القديمة. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات، ولو عندكم أي استفسار سيبوه في الكومنتات وهرد عليكم بإذن الله. في بردية مشهورة في متحف تورين بإيطاليا بتشير لمناطق مناجم الذهب في الصحراء الشرقية، وبترجع البردية ديت لعهد الملك سيتي الأول. وكمان المصريين القدماء اتميزوا بخبرتهم الواسعة في تصنيع الذهب وتشكيله بالنار، والعمال اللي كانوا بيشتغلوا في صناعة الذهب كانوا كلهم من الأقزام، وكان عندهم مهارة عالية جدا في تشكيل الذهب وصنع أدوات متعددة منه، ودوت لصغر حجم أصابعهم اللي بتساعدهم على التحكم في تشكيل الذهب، وكانت صياغة الذهب مقتصرة على الأقزام فقط. وكمان كان في ورش لصياغة الذهب، وأشهر ورشة لصياغة الذهب هي ورشة من الدولة القديمة في سقارة. ومن أشهر المناظر اللي بتتكلم عن الذهب هي في مقبرة سن نفر، ودي فيها مناظر عن الهدايا اللي كانت بتهديها ميرت لزوجها سن نفر. وحتى الآن في أسرار كتير من حرفة صياغة الذهب مش معروفة عند الصاغة الحاليين، زي طريقة سباكة الذهب مثلا. وبيعتبر الذهب المصري هو أرق ذهب في الحضارات القديمة، وكان سمكه رقيق جدا، وكمان استخدموا سائل الذهب في تغليف أدوات الزينة وأدوات تانية كتير. وكمان كانوا بيلونوا الذهب باللون الأحمر زي قطع ذهبية اتوجدت في المتحف المصري. وكان المصريين القدماء بيقدسوا اللون الذهبي اللي كان بيرمز للون أشعة الشمس، وارتبط عندهم بفكرة الخلود، ودوت بسبب أنه متغيرش لونه بمرور الزمن. من أشهر الملوك اللي اشتهروا بالذهب هو الملك توت عنخ آمون، اللي اكتشفوا مقبرته سنة 1922 كاملة، وكانت معظم محتوياتها من الذهب، وأشهرهم كان التابوت الذهبي اللي بيبلغ 110 كيلو جرام ذهب خالص، والقناع الذهبي اللي كان بيوزن حوالي 11 كيلو جرام ذهب خالص. ومش بس الملك توت عنخ آمون اللي اكتشفنا له ذهب، ولكن ده كان أشهرهم. وفي نماذج تانية زي الأساور بتاعت الملكة حطب حرس أم الملك خوفو، والقناع الذهبي للملك بوسوسنس الأول من الأسرة 21، والتاج الذهبي للأميرة سات حتحور، وغيرهم كتير من القطع الذهبية اللي وجدناها من أدوات ومن أدوات زينة ومن أدوات استخدموها في الحياة اليومية. وكده تكون حلقتنا خلصت. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات، ولو في أي استفسار سيبوه في الكومنتات وهرد عليكم بإذن الله.